تحدي بدك اعمل لك تحدي انت كمان طيب ماشي رح اعمل لك تحدي تعيش يوم كامل باللون الاحمر تمام اتفقنا لا ما بدي بالبيت بدي بالشوك بالشوك يعني قصدك بالمول ايه يي ايش بدك تساوي بالمول لا اشتري ايش ما بدي على كيفي باللون الاحمر بس اختي يي انت قلي بدك تشتري اكلات ما بدك تحدي انت ماما ما بدي بدي بالتحدي لي تحدي بليز لك لا غيوسه تحديك برات البيت بده لا مصاري لا كثير لا 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 يا الله خلص 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 رايحه اخذك امشي امشي خلص امشي وهون بعد ما غيس صرع راسي قال ايش قال الا بده اعمل له تحدي طلعت من جبل وحتى انا لبس كمان لبس لا لون احمر لا ما راح نروح, نروح على البيم راح نروح على اليوز بير ايه. مستعد ومتحمس للون الاحمر لا الهي غيس تعال نرجع على البيت الله يوفقك بلا تحدي لا والله ما بصير تنسى لك انا ما معي مصاري كثير ما معي غير شوي <applause> يا يا غيس نسيت المصاري بالبيت خلاص خلينا نرجع خلينا لا نرجع لا لا لا, لا عم تمزحي معي ها لك ما عم بمزح معك عم بحكي معك عن جد خلص ابني امشي بدي ارجع على البيت وانا خلص ما ضل معي مصاري يا ابني ما عم بمزح معك انت مفكرني عم بمزح معك خلاص ندى أجيب طيب مصاري هلا لك ابني مرة تانية خلص امشي مرة تانية بعمل لك تحدي يلا امشي على البيت بدي اروح يلا يلا بدي اروح لحالي لك طفل لك خلص عم بمزح معك عم بعمل فيك مقلب صغير انا وبالطريق امشي يلا أمري لا الله رايحه اخذك على المول واحط كل شيء مصاري معي اشتري لك كل البيب ها 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 طلع غيس اذا قلبك حن علي وما بدك خلص بنرجع يعني بلا ما نروح نشتري لا دا اشتري رايح يلا تخول الله يستر منك انا ليش بجيب الهم لنفسي ما بعرف يعني يا ريتني ما اخترت هذا التحدي لانه كله خسارة بخسارة ودفع مصاري ماما بدي اعطينا اطول وقت ممكن بالله شو لا حبيبي ما بحسن اعطيك اطول وقت ممكن يي لا عم هيك ببيع العفش البيت لحتى اجيب طيب غيس رح اعطيك دقيقه كويس ولا لا 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 اسرع فلاش يلا إيه خليني اشتري طيب إيه لك استنى ما حددت لك الوقت لسه وين عم تبلش ما بصير هذا غش خلص بعطيك بعطيك أمي دقيقتين أمي دقيقتين, أمي دقيقتين اتفقنا دقيقتين لازم تنقي اكلات باللون الاحمر يا هذا العصير كثير بحبه راح اخذ لي والاخوات لك ابني خذ لك بس ما في داعي تاخذ لاخواتك هلا بياكلوا معك لا اخذ لاخواتي لانه بحبهم كثير يا ما شاء الله شطحنون غيس لا لا هذا باللون الازرق ما بصير بدك تاخذ بس باللون الاحمر ما بشوف اشياء باللون الاحمر اي احسن اصلا لصالحي يعني انه ما تلاقي شغلات باللون الاحمر خليك هيك عم تفتل وبيضيع الوقت احسن <applause> يا حرام رايح يجن غيوسه هو عم يفتل يمين وشمال ما بقى يعرف ايش بده يساوي لكن على قلبي إيه بعرف حتى في شغلات باللون الاحمر يعني أحمر. هي قدامك وما بقى تشوفها كمان ايه خدها ماما كمان بدي اخذ بسكويتات دا الاحمر ايه كمان نفس ماما. البسكويتات طل... إيه. طيب طلع غير شغلات يعني الله والله دقيقة شوي غيوسة اجيب لك العربانة مشان تحط بقلبها مشان لانه يعني ما بتقدر هيك يي, 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 يي كل هدول لك ابني خذ الكرتونة بالمرة ليش عم تعذب حالك وبتروح وبتجي وبتنقل بهالبسكويت يا الله ما بلاقي شيء باللون الاحمر ايه الحمد لله في شغله انا شايفتها وعن جد كثير غاليه باللون الاحمر الحمد لله اللي ما شافها الحمد لله يا رب لك غيث على مهلك على مهلك حبيبي ايش بك متلبك طبيتها على الارض خلص امشي على مهلك ليش مستعجل؟ لانه الدقيقه واحده ما بتكفيني اذا لك لا مو دقيقه واحده دقيقتين اعطيتك بسرعه يا غيس رايح يخلص الوقت ها ما ضل وقت لا ما بصير هاي العلكة هاي العلكة ملونة مو باللون الأحمر لا لازم تاخد غير شغلات لك لا لا تاخد هاي هاي مي باللون الأحمر باللون الوردي مالك لك شايفة ولا عم تغشم حالك آه ليك لك هي لا مو باللون الاحمر هي كرز بس هيك يعني شلون بدي اقول لك كلها هيك خضرة لك ايش بدك من هون كمان؟ ادور على ايس كريم باللون الاحمر يوي بركي ان شاء الله أشكريم. ما بتلاقي باللون الاحمر يا الله هدول لك غاليات غي غاليات بقيت لك بلا يا هي باللون بقيت. الاحمر بقيت ان شاء الله ما تكون غاليه بدي اسوي يي كمان ضياع يي لاخواتك كمان <applause> لك حتى بهيدك تاخذ ثلاثه لك, في زحمه وهيك لك غايس طلع تعال قال لك حاج تفتل خلص الوقت على فكره لك خلص الوقت غيس لك, لك لك ايه ما بتصير هذا غش لك وين عم تفتل لسا وبتدور بتطلع لك ايه حطه من ايدك ما بصير ما بصير خلص <تصفيق> الوقت <تصفيق> ياي ما بقى يرد علي لا انت هيك عم تغش انا بورجيك يا غيس اذا ما بروح وبتركك خليك انت تحاسب لأشوف شوف شلون بدك تحاسب عنهم لا ترد علي لألك ما بدي دا اخذ كمان لك انت يعني مفكر حالك انه انا عطيتك وقت ساعة ولا يعني دقيقتين لك اشبك غيس ياي ما بدي دا اسرع لك ما بصير انتهى الوقت هذا اللي فوق لك لا ما بقى خلاص حاج غيس يا بالله. يا لك قصر له جن الصبي لا لا عم على كيس بطاطا يا الله عن جد انت غشاش مثل اختك لين خلص خد كيس بطاطا باللون الاحمر واحد وبس لك ما بصير من هاد هذا غير لون عم بقلك باللون الاحمر هذا اللي قدامك ما بقى تشوفه لك ولا هاد لك الجمبو الجمبو صرت تشيل كل الاكياس الا اللون الاحمر ولا عم تعمل حالك مالك شايف لك هي لسه بيرجع بياخذ غير كيس لك هاد هاد اه عرفت يلا خلينا نروح واخيرا رضيت انه نروح الحمد لله يا ربي عن جد انتو يعني كثير غشاشين يعني ما ما بنعمل معكم تحدي دائما بس اعمل معكم تحدي الا بدكم تغشوا لا, لا 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 مبسوط بحالك ما اغني غني No, I'm to be big. Yeah, I love you. يا ألا فيو ايش هالغنية هاي الغريبة الجديدة العجيبة؟ هاي دار الأكلات غيس أنا رايحة أنت هلا حط الأكلات كلهم وحاسب لحالك بدي أروح يا ماما بلا مسحك هلا ده يلا غيوسة فضيهم على السريع مشان نحاسب وبدي أروح أجيب كمان خالد ولين من المدرسة لأنه صار وقتهم يعني وأنا دوبي ألحق وخليك شايل الكيس لحالك خليك لحالك آه لك مشان تعرفي شلون تنقي كل هالاكلات اذا ما رح اقوي جسمي وايه ايه خليك تصطفي لتحمل نتائج خليك شايله امشي اللي كثير تقيلة ما لي علاقه خليك شايله بدك تشيلها من هون لوقت ما نروح على المدرسه ونجيب اخواتك وبالرجعه كمان لكن نسينا الايس كريم بالكيس وطالعتها هيك قلت له خلص كلها انه يعني لوقت ما نوصل على البيت لانه رح تذوب كلها فهون طبعا جبنا خالد ولين وبعدها بدنا نرجع عالبيت لا بدنا نروح على الحديقه جي. على الحديقه طيب امشي عالبيت بس لحتى يغيروا اغراضهم خالد ولين وبعدها هيك بنرجع مشان لانه بتعرف لابسين اغراض المدرسه مشان يلعبوا هيك براحتهم وكمان ودينا تشنتي عالبيت البيت دورني لا دورك على السقف غيث وانا كمان تعال دورني الي يلا يلا اوكي جاي <applause> كثير حلوة كثير حلوة. ايه ايه دورني كمان بس اقول ستوب بتوقف. جيتك جيتك يا لين ادورك اخليكي تطيري. يلا. لك خالد لا تنطبش لا تنطبش لين بالحديد دير بالك. <applause> ماما هاي لين قالت لي اني ادورها. لك لو كان مو كل لك ما بصير لك يا بنتي مش ما تنخطي ولك انت وين طالع لفوق هيك بدي ماما. انا نننا اخذت الجوج حاني رح ابرك فوقك هلا بتشوفها لك لا يا بنتي يعني. كمان وين طالعه لك انزلي لتحت اخذت اه ما بتخلي الواحد يتهنى بشي يا يلا هاي فاضيه معلش روح العافية فيها تبعيت صغار <applause> يعني على اساس تبعيتك تبعيت كبار مثلا ايه لك يا ولاد قدّن ها ولهلا نحن ما صلينا لازم نصلي المغرب الله أكبر, أكبر الله, الله لك مين عم بيقلكم لكم تقدموا؟ بقول نروح نصلي، امشي نروح على الجامع آه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لك حدا قال هلا عيد الأضحى؟ لك ما هو عيد الأضحى هلا عن يا ماما هون بالجامعة راحة نفسية، أنا عن جد كثير مرتاح بالجامعة يا طبعًا. ماما طبعا ماما بصير أصلي على البرك لك أبتي كثير عم جاني لك إبني هلا صار لك ساعة بتلعب وبتفعي قدرت وهلا على الصلاة ما بتقدر تصلي على القاعد لا يا ماما، لا مو على القاعد شوفي على الوقت يا ماما لازل. شوفي إني كيف تعبان آه بدي قوم 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 حاسة تتغالص خلينا نصلي بقى ومشان نروح على البيت ماما أنا بدي الشيخ تبعكم طيب ماشي ماشي يلا صلي الله اكبر الله اكبر الله يحميكم يا رب ويخلي لي اياكم ولا يحرمني منكم الهي ما في احلى من الاولاد اللي بيصلوا رب العالمين كثير بيحب الولد الصغير اللي, اللي بيصلي اكثر مني يعني ماما بدي اقرا قران حطي لي على الناس وهيك تكرم عيونك الله يرضى عليكي يا بنتي ما في أحلى من القرآن شو هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا سطورة. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم برافو عليكي شطوره يا لين هون في ايات كمان تانية لينا عم تقراها لانه إيه؟ هيك حافظانتهم هي مشان هيك يعني مم. يا ولاد صلوا وخلي الله يرضى عليكم و... ويقرأوا قرآن واستغفروا ربكم، أنا هلا رح شيل وأرجع القرآن لمحله ولهون و... بيكون خلص الفيديو حطولنا لنا لايك واشتركوا بالقناة، السلام. سلام